خلوا فكرة المؤامرة عايشة وموجودة، لدرجة ان دلوقتي نقيب الجزارين بيقولك حتى البهائم تتآمر على. انا مصدقك ده، احنا كتير جدا، تعال نشوف مع بعض كتير جدا اللي بيحصل لنا. نقيب الجزارين اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين وربنا يستر. 400 جنيه وصل ل 400 جنيه يا يوسف بيه كيلو اللحمه؟ انت عمرك حتى في كوابيسك تخيلت ان كيلو اللحمه يوصل لكده؟ لا والله ما تخيلناش نوصل للامور ديت، بس احنا قلنا قبل كده ان احنا يعني داخلين في ازمه عالميه، يعني احنا قلنا الكلام ده قبل كده مع حضرتك، قلنا ان احنا في ازمه عالميه، وبعدين احنا حظنا وحش، يعني احنا طلعنا من كورونا دخلنا على حرب اوكرانيا، وفي الاخر حتى السودان اللي بتدينا لحمه رخيصه حصل فيها اللي حصل. فده مؤامرة على اللحمة. آه. على حد صاحبي كاتب حتى البهائم تتآمر علينا والله. يعني أوكرانيا وكورونا وبعدين أحداث السودان، وبعدين أحداث السودان والثلاثة مرتبطين باللحمة، يعني الثلاثة مرتبطين باللحمة سواء كان أعلاف أو كان سواء لحوم. قال لك حتى البهائم تتآمر علينا، ممكن ده مؤامرة كبيرة قوي، مؤامرة جامدة جدا، حتى اسألوا السيسي على المؤامرة. أبو فراس من مصر معايا، أهلا بيك. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. مين اللي بيتأمر على البلد يا أبو فراس؟ الكون كله يا أستاذ أحمد. ليه؟ أنت بتعرفش إن مصر أنجح دولة؟ أمريكا بتغير منها، وأوروبا بتحسد فيها، وأستراليا بتعمل لها عمل على ظهر جمل. والإخوان يا أحمد، الإخوان شعب تسد البلاعات عشان مية المطرة، وشعب تفتح الحنفيات عشان يخلصوا المية، وشعب تلوتوضوا خمس مرات في اليوم. حسن مالك بالمرة ما تنساش الدولار. وحسن مالك اللي كان بيضيع في اليوم 15 دولار. آه. هي مش شماعات، ده عاوز استندات وعلاجات وكلارك، عايز حاجات كتيرة. الراجل ده بيدرس الدولة من أيام ما كان في KG1. طيب والحمد لله جاب الدولة عليها وطيها. طيب يعني والله يا أحمد، والله الرئيس بلحة مريض نفسي، he have abnormal programmer determination، عندي عدم التحديد اللاواعي. يا سيدي ده وبعدين الراجل ده من بنجو الضحك والله. انا استخاره في علم النفس، ده مريض نفسي. انا بس عايز اسالك يا ابو فراس، امال لو ما كانش دارس الدوله وسرنجاتي طب لو ما كانش دارس الدوله كان عامل هو عشان دارس ودانا في داهيه، دارس يجيب. تفكرتني بكلام اسمه ايه ده، محمود عبد العزيز تقريبا في فيلم، كان بيقول له العلم في الراس مش في الكراس، او حسين فهمي كان حاجه كده يعني. فيلم العار، محمود عبد العزيز ده ما كان بيقول له العلم في الراس مش في الكراس يا قفا، فواضح ان العلم في الراس مش في الكراس فعلا.